أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع بمؤشراتها الرئيسية وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 759 مليار و900 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة. وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال حسام عيد. بعد التحية، كيف ترى أداء البورصة خلال اليوم وسط هذه التراجعات؟ أهلا وسهلا بحضرتك. زي ما تابعنا في جلسة النهاردة شوفنا في أداء سلبي لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي، وشوفنا فيه هبوط بأكثر من 181 نقطة، وده كان ناتج عن عمليات بيع وجني أرباح من قبل المؤسسات المالية العربية والأجنبية. ده اللي انعكس سلبا على أداء المؤشر وكسر مستوى دعم رئيسي مهم جدا، وهو مستوى ال 12000 نقطة. سجل مستوى إغلاق عند 11830، مستهدفا بهذا الأداء السلبي مستوى الدعم الثاني وهو 11600. تمام، هل من المتوقع أن يكون هناك زيادة خلال الأسبوع لهذه المؤشرات؟ يعني أعتقد أن احنا هنترقب السيولة التي خرجت في جلسة النهاردة عند مستوى الدعم الثاني وهو ال 11600، ونشوف هنراقب السيولة هتخش ثاني يحصل لها ري انتري عند مستوى الدعم الرئيسي، ثم تدفع المؤشر مرة أخرى لمستوى ال 12000 خلال الأسبوع الجاري إن شاء الله. من خلال رؤيتك لهذه الجلسة اليوم، ما أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك، وأيضا القطاعات المتراجعة؟ يعني كان في ارتفاعات محدودة جدا 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 لأغلب القطاعات، ولكن كان الأكثر تراجعا هو قطاع العقارات الذي دايما يتصدر قائمة الأنشط القطاعات. وده اللي حصل جلسة النهاردة، كان في جني أرباح عنيف جدا وكان واضح جدا من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والعربية. ودايما كان القطاع العقارات اللي بيستحوذ دايما على تصدر قائمة أنشط القطاعات هو اللي كان بيتصدر قائمة التراجعات بجلسة النهاردة. وده دايما كان معتاد، لأنه في وقت الصعود هو اللي بيتصدر قائمة أنشط القطاعات والصعود ونسب الصعود، وبالتالي انعكس أيضا أن هو يتصدر قائمة أكثر القطاعات تراجعا النهارده. طب هو إيه سبب أن مؤشر العقارات هبط بهذا الشكل؟ والله هو في عمليات جني أرباح في شركات العقارات بجلسة النهاردة، وده اللي انعكس سلبا على أداء القطاع بجلسة اليوم. ده السبب الرئيسي للتراجع يعني، ولكن ننتظر إن شاء الله. احنا شفنا في مستويات دعم قوية جدا للشركات المقيدة بالقطاع، ونشوف ري انتري تاني للموني اللي خرجت في عمليات جني الأرباح، وتأخذ القطاع تاني مرة أخرى لمستويات المقاومة الرئيسية، ومن ثم تنعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة بصفة عامة. طيب، احنا اتكلمنا عن طبعا القطاعات المتراجعة، بالنسبة للقطاعات الرابحة بقى ما هي أبرز القطاعات؟ يعني اعتقد ان ما فيش، كان الارتفاع كان بنسب طفيفه جدا، يمكن كان اللون الاحمر هو يغلب على جميع العقارات جميع القطاعات في السوق بجلسه النهارده، نتيجه لاتجاه الكثيف البيع الكثيف من المؤسسات العربيه والاجنبيه. ولكن ننتظر جلسه غدا ان شاء الله نشوف في ارتداد او رد فعل عكسي لعمليات البيع بجلسه النهارده، ونشوف في مزيدا من الاموال تضخ مره اخرى بالقرب من مستويات الدعم الرئيسيه للمؤشر، ونشوف ده يكون ليه رد فعلي على اداء المؤشر في جلسه بكره ان شاء الله. صحيح، احنا يمكن النهارده الاحد هو بدايه جلسات الاسبوع، توقعاتك للسوق خلال الجلسات القادمه حتى نهايه الاسبوع؟ يعني ان شاء الله احنا المؤشر الرئيسي سوف يختبر مستوى
الدعم الرئيسي ل 11600 و11650، ونشوف في اعاده دخول للاموال مره اخرى، وفتح مراكز ماليه من قبل المؤسسات الاجنبيه والعربيه مره اخرى بالقرب من مستويات الدعم الرئيسيه للمؤشر، ومن ثم تاخذ بالمؤشر وتصعد به الى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11850، وباختراقه نستهدف مستوى 11 ال 12000 نقطه مره اخرى. حسام عيد خبير اسواق المال.